الحدث ديال الأمس واليوم فيما يخص بعض الاحتجاجات لبعض التلميذات والتلاميذ اللي هما أبنائنا بطبيعة الحال، يأتي في واحد السياق ديال الإعلان على نتائج امتحانات البكالوريا مباشرة بعد الإعلان ديال الحالات ديال نتائج ديال البكالوريا. هناك البعض اللي يفاجأ بأنه في بعض المواد عوض ما تكون عنده نقطة من النقاط عنده فرود أو غاش. طيب ضروري من نوضحه في البداية شنو هو الغش أثناء إجراء الامتحان وأثناء التصحيح أيضا. أثناء إجراء الامتحان هناك عدة وسائل، تنوجد تلميذ مترشح أو مترشحة في حالة تلبس يعني أثناء النقد. هناك حالة ثانية باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة، وهذا وصل لواحد ذروة بالغة الخطورة على المنظومة التربوية باستعمال الوسائل اللي احنا بعض الأحيان تنجهلوها، بالإضافة للهاتف النقال هناك مئات الوسائل، ساعات، أقلام، ديبيوس في الودنين إلى غير ذلك. وهناك حالات لا يتم ضبطها أثناء إجراء الامتحان لكن يتم ضبطها أثناء عملية التصحيح. كيف؟ يتم تسريب الأجوبة مباشرة بعد بداية إجراء الامتحان، يعني من بعد واحد عشرة دقائق ربع ساعة يتم تسريب الجواب على السؤال، لأن هناك وسائل يستعملها بعض المترشحين مجرد ما تتوصل بالورقة ديال الامتحان تصورها كيسكانيها وكيتلقها في الفيسبوك في لي ريزو سوسيو. كاين يعني يمكن نقدر نوصل نقول بأن هناك شبكات تتاجر في هذه الشهادة الوطنية، تجاوب وتعاود يصفط أو تتصل مباشرة عن طريق هذه الوسائل اللي كنتكلموا عليها. فكتلقى عندك بعض الحالات اللي بطبيعة الحال ما كتيراش، فيها أخطاء متشابهة وفيها أيضا أسئلة اللي صحيحة، بل بعض الأحيان سؤال ديال الاس في تي تجاوب هو على ديال الفيزيك وكيجاوبوا مجموعة بهم على نفس السؤال. دونك اثناء التصحيح تنكونوا زودنا حنا الاساتذه المصححين بدوك الاجوبه اللي تم تسريبها. لما تلقى تطابق كلي او جزئي مع الورقه اللي خارجه مسربه تكتب غاش في الورقه ديال التصحيح. كاين الجزء صحيح وكاين جزء كبير خطا ومتشابه. طيب يقدر يكون صحيح، صحيح وغاش، لان هو الجواب اللي تسرب، هو الجواب اللي تسرب الموقع. السؤال الاول خص يكون صحيح، متفقين ما فيهش خطا بحال الخطا اللي خارج في السؤال اللي متسرب. احيانا كيكتب بعض الاحيان كيكتب بطريقه خاطئه، الجواب صحيح والطريقه خاطئه. إذا هاد الورقة اللي المصحح كاتب عليها غاش تحال على لجنة داخل المركز ديال التصحيح، فيها ثلاثة ديال الأساتذة مصححين من ذوي الخبرة، فيها الملاحظ، فيها المراقب أي المفتش التربوي. إذا أجمعوا بمعنى آخر ماشي أي أستاذ كتب غاش تناخذوا بالكلمة ديالو، هاد اللجنة هذه إذا أجمعت على أن هاد الجواب أو هاد التلميذ غاش تناخذوا المحضر تعمروه وشفتوا النموذج، فيه الرقم ديال التلميذ ما فيهش الاسم، فيه المادة، فيه المسلك إلى غير ذلك، تيوقعوا وكيكتبوا لنا العبارة عناصر ديال الإثبات بأنه غاش، واش هو تطابق كلي، واش هو تطابق جزئي إلى غير ذلك. يوقعون
تحال على رئيس المركز، تيتم التوقيع ديال نفس الوثيقة، وهي وثيقة رسمية تعتمد في حالة ما إذا لجأ أحد الآباء إلى القضاء للإدلاء بها. وبالتالي مرة أخرى هذه ظاهرة سلبية. نأخذ النموذج ديال الدار البيضاء، عندما يفوق ال 112 ألف مترشح ومترشحة. إلا خدينا العدد الآن ديال التلمذات اللي تيحتجوا هنايا، شحال العدد اللي شفتوا أنتوما؟ من سيكونتين دو بيرسون. استعملنا معهم جميع الوسائل بما فيهم مع الآباء ديالهم من أجل إقناعهم بأن هاد الأطفال راه ارتكبوا واحد، خالفوا مقتضيات القانون اللي كان مفروض أنهم يكونوا عارفينها، ويمشيوا ما يعاودوش يكرروا هذا السلوك ويعاودوا يرجعوا. واش كاين شي حل من غير أنهم يتعاقبوا بعام؟ واش كاين شي حل مادي من غير أنهم يتعاقبوا بعام؟ هو في حالة إذا تمت الإحالة ديالو على الضابطة القضائية ربما يكون عقوبة أشد، لكن حنا تربويين، خاصة أننا قلت بأن غادي تلقى هذا الرأي حتى عند رئيس الفيدرالية ديال جمعية الآباء، غادي يجاوبك هذا الجواب بأن كنتعاملوا تربويين. حتى في حالة إلى أستاذ ديالنا ارتكب شي خطأ، ما تنحيلوهش على الضابطة القضائية، تنحيلوه على ما يسمى المجلس التأديبي، نعاقبه عقوبة تربوية، تنأدبوه حنا، لأنه حنا أسرة ديال التربية والتكوين، والمهمة والمهنة ديالنا والحرفة ديالنا هي التربية والتكوين. وهذا اللقاء هذا الصباح مع الفيدرالية ديال الآباء من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة، ماشي باش نعاقبه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.